أشعر بالملل من وجودي هنا. كنت أريد أن نقوم بمهمة أكثر إثارة من حضور مؤتمر. لا تقلق يا جاسر، فالمتاعب تعرف طريقها إلينا ولا داعي للبحث عنها. نرحب بكم في مؤتمر التمثيل الضوئي الصناعي. ترى ماذا يعني هذا؟ هذا ما سيخبرنا به الدكتور نظمي، وسيشرح لنا تجربته الجديدة قبل المؤتمر. إذن فلنلتقط صورا تذكارية في هذا المكان الجميل قبل بدء العمل الجاد. ما هذا؟ إيذاء النباتات ممنوع. كنا نلتقط بعض الصور فقط، ولكني شاهدتكم وأنتم تحاولون قطفها. أيها الصغار المخربون، لسنا صغارا ولسنا مخربين ولم نعبث بشيء. عفوا، ماذا يجري هنا؟ دكتور طارق، هؤلاء الأطفال يحاولون قطف الأزهار وتخريب النباتات. أخبرتك أننا... حسنا، لا بأس. شكرا لك يا زعفران، تستطيع إكمال أعمالك الآن. صغار مخربون. من أنتم يا شباب؟ نحن الفريق نون من مركز الإعجاز العلمي في القرآن. جئنا لحضور المؤتمر وللقاء الدكتور نظمي. أرجو المعذرة، فهذا هو زعفران، أقدم موظف هنا. يحب النباتات جدا ويحافظ عليها أكثر من عينيه. واضح جدا، عجيب. تفضلوا، بإمكانكم التقاط الصور، ويسرنا حضوركم المؤتمر العلمي. لم يعد لدي رغبة في التصوير. مرحبا بالفريق نون، جئتم في الموعد المناسب. مرحبا دكتور نظمي. نحن هنا لنعرف ما هو البناء الضوئي الصناعي وما هي التجربة الهامة التي ستجريها اليوم، وبعدها سنعود من حيث أتينا. على رسلكم يا شباب، لما العجلة؟ لقد واجهنا المتاعب عند التقاطنا بعض الصور بالخارج. ما هذا الكلام؟ بالطبع يمكنكم التصوير كما تشاؤون. في هذه الحالة فلنبدأ العمل. كما تعلمون، فالعالم اليوم يشكو من التلوث الشديد الناتج عن استخدام الأشكال التقليدية من الطاقة، مثل الوقود الأحفوري والطاقة النووية. ومع ذلك فنحن نعتمد عليها بشكل كبير في حياتنا، ولا يمكننا الاستغناء عنها. فخطرت لنا فكرة عظيمة مستوحاة من التمثيل الضوئي للنباتات. تقصد عملية البناء الضوئي؟ أذكر أنني درستها عندما كنت صغيراً. إنها عملية معقدة يا جاسر، ولذلك أشار الله تعالى إلى اليخضور في القرآن الكريم قبل اكتشافنا له بمئات السنين، وذلك في قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. سبحان الله. وما هي الفكرة التي خطرت لكم يا دكتور؟ الفكرة هي أن نحاكي عمل النبات في استخلاص الطاقة الهيدروجينية بواسطة ضوء الشمس. الطاقة الهيدروجينية؟ الهيدروجين هو العنصر الأكثر وفرة في الكون، ونستطيع الحصول عليه من الماء، وذلك بتفكيك جزيئاته بواسطة ضوء الشمس لنحصل على الهيدروجين والأكسجين منفصلان تماماً كما يفعل النبات. ولكن هل يستخدم الهيدروجين كوقود؟ نعم، الهيدروجين ينتج طاقة هائلة، فزجاجة واحدة من الماء تنتج طاقة تكفي لتسيير السيارة لمئات الأميال. طاقة نظيفة ورخيصة؟ إذن لماذا لا نستخدمها فوراً؟ هذا ما يخشاه منتج الطاقة النووية، فهم يرون أن الطاقة النظيفة ستحل محل منتجاتهم التي يجنون منها الأموال الطائلة، لدرجة أنهم أرسلوا لي عدة رسائل تهديد لأتوقف عن أبحاثي. لا عليكم، هيا لتشاهدوا التجربة بأنفسكم. الآن تبدأ جزيئات الماء في التحلل. يتجمع غاز الهيدروجين عند القطب السالب، أما غاز الأكسجين فيتجمع عند القطب الموجب. وهل يفترض أن يكون هذا الغشاء مفتوحاً بهذا الشكل؟ تراجعوا جميعاً. ماذا حدث؟
لماذا انفجرت التجربة يا دكتور؟ إن اختلاط الهيدروجين مع الأكسجين ينتج عنه خليط متفجر شديد الخطورة. ولكن كيف فتح هذا الغشاء المحكم الفاصل بينهما؟ يجب أن أطمئن على بقية الخلايا. الغشاء أزيل من جميع الخلايا. التجربة كانت على وشك أن تحدث انفجاراً عظيماً كالقنبلة. زهرة، روبو، هل أنتما بخير؟ ماذا حدث؟ انفجرت خلية الوقود لفتح الغشاء الحاجز فيها، ووجدنا جميع الخلايا كذلك. لابد أن هذا حدث بفعل فاعل، فقد رأيت أحدهم يراقبنا في المعمل ثم اختفى. ولكن من الذي يريد أن يفجر التجربة ويؤذي الجمهور؟ يجب أن أعرف من الذي فعل هذا. هيا نذهب لغرفة الأمن ونراجع تسجيلات كاميرات المراقبة. أحسنت يا زهرة، فكرة صائبة. بقي 45 دقيقة على بدء المؤتمر. سأذهب سريعا إلى غرفة الأمن، وأنتم انتظروني هنا. لا، سنأتي معك يا دكتور. نعم، نحن معك. هذا بالضبط ما كنت أبحث عنه. ماذا حدث؟ وجدنا الغشاء الحاجز مفتوحاً في خلايا الوقود، مما تسبب في انفجار كبير. وهل أصيب أي منكم بمكروه؟ لا، الجميع بخير والحمد لله. الحمد لله، ولكن كيف فتح هذا الغشاء؟ لا نعرف، نحن ذاهبون إلى غرفة الأمن لمراجعة كاميرات المراقبة. اذهبوا فوراً، واكتب لي تقريراً مفصلاً عن الحادث. بكل تأكيد. زعفران، أين أنت يا زعفران؟ بالتأكيد يراقب الأزهار بالخارج. ها هي الكاميرا التي تراقب معملك يا دكتور. ما هذا؟ شيء غريب، لقد تم مسح التسجيلات الخاصة بهذه الكاميرا وبقية الكاميرات تعمل بشكل سليم. هناك شيء غير طبيعي يحدث. لقد قام الفاعل بمسح تسجيلات الكاميرا كي لا يكتشفه أحد. ولكن كيف استطاع إفساد الخلايا والدخول إلى غرفة الأمن ومسح الفيديو دون أن يراه أحد؟ لدي فكرة، نستطيع إرجاع الفيديو الممسوح، فجميع الأقراص الصلبة يمكن استرجاع ما مسح منها من بيانات. تماماً، اتركوا لي هذه المهمة. هو الفيديو المفقود، استطعت إرجاعه. هذا هو الشخص الذي أفسد الخلايا. لا يبدو منه أي ملامح. ترى من هذا؟ والآن ماذا سنفعل يا دكتور؟ لدينا بعض الخلايا الاحتياطية بالمخزن. رائع جدا، هيا نحضرها ونضعها بدلا من الخلايا التالفة لإجراء التجربة أمام الجمهور. هيا بسرعة، فليس أمامنا الكثير من الوقت. من الذي يفعل كل هذا؟ من أنت أيها المجرم؟
في زيارة لمركز الأبحاث المتقدمة بهدف الاطلاع على بعض حقائق الإعجاز العلمي في النبات، استطاع الدكتور نظمي والفريق نون أن ينجوا من انفجار كبير كاد يودي بحياتهم. وبدلاً من أن تكون الرحلة مجرد عرض علمي، تحولت إلى مغامرة لكشف لغز غريب. فمن يا ترى الذي أزال الغشاء الحاجز من خلية الوقود لتنفجر؟ وما هو الدافع وراء هذا العمل الإجرامي؟ تابعوا الحلقة القادمة لتعرفوا كيف سيستطيع الفريق نون حل هذا اللغز.